بدأت أعرضها ساعتها لسيادة المشير عبد التعزيز، كان وزير الدفاع. وزير الدفاع. قلت تليفون. قلت لي سيادة المشير. سيادة المشير، قلت له يا سيادة المشير سيوة كذا كذا كذا. نعم. حاضر. طب محتاجين حاجة تانية؟ قلت له محتاجين يا ريت مصنع ملح في سيوة، لأني عندنا منجم ملح. شفته دلوقتي. أيوة. محير جدا. إيه ما شاء الله. قال لي الكلام ده كان في سيدي بران في قناة المنطقة الغربية. آه. والصورة هي الصورة أنا وهو. نعم. كنت بقول له الموضوع ده. نعم. قلت له يا سيادة المشير عايزين مصنع ملح. نعم. لن تكذب بالخبر، هو سافر زي النهارده رابع يوم لقيت جهاز خدمه وطنيه جاي بيقول لي تعالى ورينا ايه الارض والحته ورفعه نعمل مصنع. نعمل في خلال هم قايلين في 3 سنين. قال لهم مفيش الكلام ده. في خلال سنه افتتح ايه المصنع. في خلال سنه. شفت النهارده عديت عليه. كان المصنع عملاق. شغال، وكل الملح اللي شايفه ده بيطلع ملح نقي جدا. نعم. ملحنا نقي جدا. نعم. بيقولوا من اجود انواع الملح. من اجود انواع الملح. نعم. ده بيصدر، احنا بنصدر امريكا دلوقتي. فوق على طول. من هنا. شهري احنا بنطلع حوالي 5 مراكب والمركب 50,000 طن. ان شاء الله. 250 الف طن شهري. عظيم من هنا. كنا في الاول بنصدر على ميناء دمياط. لما سياده الرئيس عمل ميناء جرجوبه جنبنا. استفدتوا منه. بدانا نطلع من هنا. ميناء جرجوبه. نعم. فالمصنع ده لما اتعمل انا اتبسطت جدا. يعني صادراتكم من هنا ميناء جرجوب. ميناء جرجوب على امريكا. نعم. اما المصنع ده اتحمل انا اتبسطت جدا. كويس. وحبيت اشكر سيادة اجراءات خطوات. وعايز هو موعدني ان يجوا يفتتحوا. كوزير للدفاع. نعم. اشاء الله بقى رئيس جمهوريه. بقى رئيس جمهوريه. قابلته تاني. نعم. باركت له. قلت له سيادتك وعدتنا بالمصنع ومشكور المصنع شغال. اتعمل. وسيادتك وعدتنا. قال لي هاجي لك برضه هو. في كنا سيدي براني برضه. نعم. وحفتتح لكم ايه؟ بس ما اردش ان يجي. نعم. بس الحاجه اللي اكتر من ده كله بقى كان عمل لقاء في العالمين. وانا حضره. بص ورا كده شافني. قال لهم كده، قال لهم مشكله سيوة اللي بقى ديها 30 سنه مش عايزه تتحل تحت الصرف الزراعي والبلد بتغرق. ايوه. لا تخلص. انا عايز المشكله دي تخلص. نهائي. نهائي. كويس. وحلول جذريه وليس تقليديه. عظيم. هو قال الكلمتين دول في العالمين. وانا قمت بعدها وشكرته زي ما شايف الصوره اهي. نعم. قدامك. نعم. شكرته. نعم. وتصور مع ابنائنا. نعم. البنات دول اللي جايين مخصوص من سيوه للعالمين عشان يقابلوا سياده الرئيس. وعليها قامت. ايه اللي تم؟ اللي تم بعد ما قال تخلص. تخلص. قامت وزارة الموارد المائية. أي. برفع المساحات. أي. ومش ايه للحل. بيقولوا اهل مكة. ادرى. ادرى بشعوبة. نعم. احنا قلنا رأينا من الاول، قلناه ان المياه دي تتاخد من الواحة. تطلع برا. برا. الواحة. مش الحاجات اللي انتوا عاملينها دي. نعم. فعلا خدوا برأينا. كويس. وبدوا وتدخلت القوات المسلحة. الهيئة الهندسية. الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. عظيم. برجالتها. نعم. وبدأوا يشرفوا. نعم. وشوفوا ايه الصح. نعم. واللي ما فيش حاجه اسمها قرش ترمي على الهوا. القرش يترمي صح؟ نعم. يا لا. نعم. ده اللي بدأت القوات المسلحه. نعم. اي حلول فيها يعني نص نص مسكنات ونص القوات المسلحه رابطه. حل نهائي. قالت لك انا رحت وقابلت ساعتها ربنا يمسيه بالخير كان مدير اداره ماي اللي هو عاصم. نعم. قال لي احنا يا نعمل حاجه صح. يا انا مش هعمل. نعم. وفعلا جاب رجالته اللي في اداره الميه. نعم. بدايه من اللي هو حازم. نعم. والراجل ده بقى مجند. نعم. لسيوه ان يعمل حاجه صح. ده حافظ سيوه بسم الله ما شاء الله. حافظها اكتر مني. حافظها اكتر مني. نعم. بدانا في الخط الصح. نعم. عملنا ترعه بحوالي كذا و40 كيلو. 34 كيلو. تطلع بره. سيوه. شفناها النهارده. خدت بالك. نعم. وشقينا. نعم. الترعه دي. نعم. وكمان حواليه. الحل ده ريحكوا. الحل ده طبعا ريحنا جدا جدا.